إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ها نحن مقبلون على بداية عام دراسي جديد تفتح فيه المدارس أبوابها وتستقبل بأشواق طلابها مشهد مهيب جليل ومنظر بهي جميل، منظر العلم والسعي في طلبه، منظر المعلمين الأكارم والطلبة ساعين إلى أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما اكتسبه واقتناه الكاسب، العلم. وما أدراك ما العلم؟ حياة القلوب ونور الدروب، أكسير الخلود وزوال الكروب، رياض العقول وشفاء الصدور، روح السعادة وغذاء السرور. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. العلم أنس المستوحشين ودليل المتحيرين، فبه يعرف الله ويعبد، ويذكر ويوحد، ويحمد ويمجد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. ومن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً بما يصنع طالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء والنملة في جحرها. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. ولله در القائل: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حياً به أبداً، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وبمناسبة العام الدراسي الجديد نقف في هذه الخطبة وقفتين مع أولياء الأمور والطلاب، ونؤجل الحديث مع المعلم في خطبة مستقلة لكبير قدره وعظيم رسالته. أيها الآباء ويا أولياء الأمور، إن أبناءنا اليوم يعيشون في زمنٍ كثرت فيه أسباب الفساد، وانتشرت فيه وسائل الكفر والإلحاد، فتن جمعت بين الشبهات والشهوات، فراح ضحيتها كثير من المفتونين والمفتونات،
وهنا تعظم مسؤوليه الآباء تجاه أبنائهم في المحافظة الجادة عليهم، والأخذ بأيديهم في واحات الفضيلة، وحمايتهم من مستنقعات الفساد والخنا والرذيلة. فالأبناء أيها الآباء إما أن يكونوا فخرًا وزينةً ونعمة، وإما أن يكونوا شرًا ووبالًا ونقمة. قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذروهم. فربوا أيها الآباء أبناءكم على معرفة الله جل جلاله، معرفةً تورثهم محبَّته وإجلاله، والعمل بطاعته محبَّةً وتعظيمًا، رجاءً وخشيةً وخوفًا، رغبةً ورهبة. وتذكَّروا أن أبناءكم أمانةٌ في أعناقكم، ستُسألون عنها بين يدي ربكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائلٌ كل رجلٍ عما استرعاه، أحفظه أم ضيَّعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وإن الناظر في حال أكثر الآباء والأمهات يجد أمرًا عجبًا وحالًا مستغربًا، فلقد أصبح همُّ الوالدين تجاه أولادهم صلاح الملبس والمشرب والمأكل، وتأمين الحاضر والمستقبل، فاجتهدوا فيما هو مضمون، وغفلوا عما ليس بمضمون. فها أنت ترى بعض أولياء الأمور يحرصان أشد الحرص على تفوق أولادهم في دنياهم، ولا يبالون ولا يهتمون بمدى تمسكهم بدينهم. فحرصهم على استيقاظ أولادهم للدراسة أشد من حرصهم على استيقاظهم للصلاة، وتحسرهم على فوات يوم عن الدراسة أشد من تحسرهم على فوات وقت من الصلاة. وإنها والله لممارسات خطيرة تغرس في نفوس الأبناء حب وتقديم الدنيا على الآخرة، وهذا والله من التقصير بل من الغش لهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول جل وعلا: إن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنبٍ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، أعطى فأكرم، وأجزل فأنعم، وأمات وأحيا، وأضحك وأبكى، له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على خاتم النبيين
وسيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين وقدوة المعلمين، وعلى آله الطاهرين المطهرين، وصحابته أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الأمة بعد الله بشبابها، فإذا فسد شبابها وأهملوا واجباتهم نحو أنفسهم وعقيدتهم وأمتهم، فقد عرَّضوا أنفسهم وأمتهم للخطر. وقد قيل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فيا شباب الإسلام ويا رجال الغد، اربأوا بأنفسكم وحققوا آمال أمتكم، وأنقذوا البشرية مما تتخبط فيه من ضلال، وتخلقوا بأخلاق دينكم، وتأدبوا بآدابه السامية، والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه. فلا خير، لا خير إلا دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم إليه، ولا شر إلا حذرنا منه. فديننا كامل لا نقص فيه، وهو الصالح المصلح لكل أمة وجيل. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتعلموا العلم النافع واعملوا به لتنالوا خيري الدنيا والآخرة، ولتنقذوا البشرية مما تتخبط فيه من ظلام الجهل والهوى. فقد أصبح الكثير منهم كالغريق في لجة البحر، يتشوق ويتشوف إلى من ينقذه، ولا منقذ له إلا الإسلام، وأبناؤه البررة الصادقون المخلصون. وتذكروا يا رعاكم الله أن طالب العلم ممن خصهم الله بتوفيقه وأراد بهم خيرا. ففي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الحديث العظيم يدلنا على فضل الفقه في الدين، فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين، والتبصر والعناية بكتاب الله، والإقبال عليه وتدبره، والاستفادة منه، والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفقه فيها والعمل بها وحفظ ما تيسر منها. فمن أعرض عن هذين الأصلين وغفل عنهما فذلك دليل وعلامة على أن الله سبحانه لم يرد به خيرا، وذلك علامة الهلاك وعلامة الدمار وعلامة فساد القلب وانحرافه عن الهدى. انتهى كلامه رحمه الله. وتأدبوا أيها المتعلمين مع معلميكم، واعرفوا قدرهم، فإن لهم عليكم حقوقًا كثيرة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وصفيك وخليلك حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وارض عن أهل بيته الطاهرين،
وعن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا مباركين حيث كنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.